تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي البقرة والدخان وما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم
لكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء بنيها.
إِنَّا
ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ شيخ محمد السيد ضيف ما تيسر من سورتي البقرة والدخان وما تيسر من قصار السور.